يا فخامة الرئيس، تمن على شعبك دوما أنك خلصتهم من صفوف العيش ومن صفوف الخبز. من الناس من نصيبه في اليوم خبزة واحدة. يا فخامة الرئيس، تمن على الشعب كهرباء سد مروي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار أعلق في دقائق بسيطة جداً على مقطع لأحد الشباب الصغار، منتشر هذه الأيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتساب، فيسبوك إلى آخره، وينشره الشيوعيون والعلمانيون. أكثر من ينشر هذا المقطع هم من هؤلاء الملاحدة. والغريب أنه مقطع لرجل وشاب نصب نفسه داعية ويزعم أنه داعية لله سبحانه وتعالى، وهذا المقطع كان لعله من خطبة جمعة يخطب بها هذا الرجل، لأنه ظاهر راكب على منبر بتاع جمعة. خلاصة المقطع بيتكلم عن حكومة السودان وعن الرئيس البشير، ومسمي المقطع هو مهلا يا فخامة الرئيس، وبيتكلم كلامه كله في نقطة واحدة، في غلاء الأسعار تاع العيش والخبز وغيرها من الأمور الغلت عندنا في السودان. التعليق في نقاط: النقطة الأولى يا جماعة، مناصحة الحاكم لا تجوز في الإسلام إلا سرا، يعني ما تنصح الحاكم إلا بالسر، يعني لازم تنصحه لكن النصيحة تكون بالسر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لكن النصيحة بتكون كيف للحاكم؟ بتكون في السر. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روى الإمام أحمد في المسند، والحديث ده أنا داير مش الشعب السوداني براوي يحفظه، جميع المسلمين في جميع العالم لازم يحفظوا الحديث ده، لأنه ده سبب البلاوي، مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة السنة ومخالفة الدين الإسلامي في تغيير المنكر أو في الأمر المعروف أو في أي أمر من أمور الشريعة. دي من أعظم الأسباب الورطت الناس الليلة ودخلتهم في مشاكل وما يسمى بربيع عبري وإلى غيرها من المشاكل والفتن، لأنه خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه فيما بينه وبينه، فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا إنه نصيحة الحاكم تكون في السر. يبقى اللي بيخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبينصح الحاكم في المنابر وفي الجهر وفي الملأ، ده مخالف ما لنا نحن للرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالف لربنا سبحانه وتعالى. دي المسألة الأولى. الإنسان اللي بيخالف النبي عليه الصلاة والسلام هل بينجح؟ هل بيغير الواقع السيء لواقع أفضل؟ الجواب لا. مش لو كورك في المنبر وعملوا له صدى بتاع صوت في الخطبة ونشروه الشيوعيين والملاحدة والسرورية والخوارج زي هذا الولد، لا، لو فعل ما فعل وطالما خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما حيغير الواقع، بل حيزيد الواقع سوء، وهو ذاته حيزداد سوء على السوء اللي هو فيه. مين قال كده؟ ربنا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول، اللي بيخالفوا أمر الرسول ربنا حذروا من شنو؟ ربنا قال: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله قال اللي بيخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبه فتنة وتصيبه عذاب أليم، فكيف الود يغير الواقع وهو مخالف لله ومخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان هو مخالف لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، تلقى أول ناس عاونوا في نشر المقطع الفاشل بتاعه هم الشيوعيين، زي ما ناشرينه في مواقعهم
بتاعت النت والناس كلها شاهدت الكلام ده. أكثر ناس نشروا هم الشيوعيين والعلمانيين وأعداء الدين وأعداء الإسلام. النقطة اللي بعديها، نحن ديل والله نحن زي ما هم بيقولوا، يقول لك ديل شغالين في الأمن مع الحاكم، احنا ما شغالين في أمن ولا في شرطة ولا في جيش، لكن في نفس الوقت ما بنطعن ونشتم ناس الأمن ولا الشرطة ولا الجيش ولا بنشتم الحاكم والحكومة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كده، وما في ناس بيقدر يغير الواقع إلا الناس المتابعين لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، أيا كانوا هؤلاء الناس متابعين لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ديل ربنا بيغير الواقع إلى أحسن وإلى أفضل على يدينه. لأنه يا جماعة الخلق الواقع هو ربنا، والخلق العيش هو ربنا، والخلق الرز هو ربنا، والخلق الطعام هو ربنا، ونزل المطر لإنبات النبات هو ربنا، والبغلي الأسعار وبنزل الأسعار هو ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده جوا الصحابة من فقههم وعلمهم لما الأسعار غلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جوا للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا غلاء الأسعار، مشوا لابنه مشوا للرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم شنو؟ قال لهم إن الله هو المسعر، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخفض هذه الأسعار، وهو الذي يرفعها، وهو الذي يجعل العيش رغدا للناس. 200 إذا الناس أطاعوا أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا على شريعته صلى الله عليه وسلم واتقوا ربنا. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مسألة ثالثة بالعقل، بس دارنا ناقش الود ده السروري ده والجماعة المعاو الشيوعيين والملاحدة نشروا هذا المقطع، والأخوان المسلمين برضو نشروا هذا المقطع، والسرورية ناس عبد الحي يوسف وغيره، لأنه عبد الحي يوسف ذاته عنده خطبة زي خطبة الود ده، والود ده لعله بيحاكي في شيخه عبد الحي يوسف، تكلم برضو غلاء الأسعار والله حيسأل الحاكم وإلى آخره. ربنا صح حيسأل الحاكم وحيسأل المحكوم من أي أمر خير ولا شر، ربنا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لكن هل العلاج في غلاء الأسعار إنه نعمل خطبة جمعة نشتم الحكومة، أو نأمر الناس بالخروج على الحكومة، أو نأمر الناس يجيبوا السلاح يقاتلوا الحاكم، أو ننبذ الحاكم نقول له اتنحى عن الرئاسة وجيب، أو استغيل زي ما قال محمد الأمين إسماعيل بدعا صار سنة للوزير، استغيل يا أخ استغيل يا أخ، لو استغال الأسعار هترخص؟ ده ما العلاج يا ناس؟ العلاج إن الناس تتقي ربنا سبحانه وتعالى والناس ترجع لأمر الله، مش العلاج تتابعوا كلام الإخوان المسلمين زي عبد الحي يوسف ولا أحمد الأمين إسماعيل ولا زي الوليدة الصغيرة جابوا جديدة. ده ما العلاج؟ دايرنا نناقشهم بالعقل، بالعقل الجماعة ديل ذاتهم السرورية ديل ذاتهم لما نتكلم عنهم كان محمد الأمين إسماعيل كان عبد الحي كان غيره ردهم أو صغير ساكت شيوخ ديل لما نتكلم عنهم يقوم يعترض يقول لك ما جاء نصحوني في البيت، كان ينصحوني أول. طيب أنت يا لا كوزير لا كوالي لا كمعتمد لا كرئيس تقول نصحوني بالسر عشان أسمع كلامك، وأنت ما تسمع عارفينك إلا إنه ربنا يهديك، عرفتها؟ لا أنت ما تناصح الحاكم في السر، لا سيما وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نصيحة الحاكم تكون في السر. ده النقاش الأول. النقاش الثاني بس بالعقل عشان تفهموا، لأنه نازل بيعترضوا حتى على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعفوا الأحاديث اللي ما بتنفع معاهم ويصححوا الأحاديث اللي شايفينها بتوافق هواهم حتى لو كانت ضعيفة أو غير صحيحة. طيب بالعقل بس، الآن عملت خطبة قول شتمت الحاكم، قول كفرته عديل طلعته برا الدين زي ما قاعد يسوي السرورية والأخوان المسلمين، هل الأزعار رخصت؟ هسمع عبد الحي عمل خطبة طعن فيها بالحاكم، والود الصغير ده عمل خطبة طعن فيها بالحاكم، محمد اللمين وغيرهم من السرورية، هل الأزعار رخصت؟ بس سؤال. إذا ده ما العلاج يا ناس؟ العلاج إنه الناس يتقي ربنا. ربنا قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده العلاج، وما في تقوى إلا بمتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده والله يا جماعة منهج أهل السنة والجماعة منهج عزيز ومنهج عظيم، إنهم بيناصوا الحاكم لكن بالطريقة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم الحاكم لكن بالطريقة التي أمر الله بها
وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طرق هؤلاء الخوارج من الأخوان المسلمين والسرورية غير اللخبطة والحرب وسفك الدماء والإرهاب والتفجيرات والقتل والتشريد، ما جابت للمسلمين أي حاجة، والواقع يشهد ما يسمى بالربيع العبري وغيره من التفجيرات اللي حصلت من هؤلاء السرورية وهؤلاء الخوارج من جماعة الأخوان المسلمين، يشهد الواقع. غير ما ضيقت كان السبب في تضييق على المسلمين، ما عملت أي حاجة. فاتقوا الله يا أخي، ما تخدعوا الناس. وبعدين من خداع هؤلاء السرورية والخوارج إنه غالبهم أو كلهم يشتموا الحكومة وهم ذاتهم ماخذين مناصب من الحكومة. داك ما بعرفوا رئيس شنو كده قسم الصحافة الإسلامية بجامعة الخرطوم، والتاني داك رئيس قسم الترجمة وشنو ما عارف والنشر جامعة الخرطوم، والثالث داك رئيس شنو ما عارف جامعة شنو القرآن الكريم، وداك جامعة أفريقيا. أنا بستغرب النفاق ده ليه؟ ليه الناس اللي بينافقوا؟ وليه بيتعاملوا بوشين ويغشوا الناس بإنه نحن والله ضد الحاكم وهم ذاتهم ماخذين مناصب حكومية وقاعدين فيها؟ يا جماعة ده ما غش وده ما لعب على الناس من هؤلاء عبد الحي يوسف والولاد الصغير الجابودة وغيره من السرورية ومحمد الأمين إسماعيل وغيره. فحق الناس فهم وتوعى. ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي مصيبة الأشغلة، البنزين ما في، جاز ما في، غيره مثلا يعني، ده كله بسبب معاصينا. وأعظم معصية الليلة واقعين فيها كثير كثير جدا من الناس هو الشرك بالله. احنا ما بنقول الناس كلهم مشركين، لكن بنقول الشرك موجود وهو غالب بالذات في هذه البلاد. يا أخي يا أخي، إذا كان زول يقول أنا الله، صوفي يقول أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، واحد ثاني يقول ارتقيت إلى السماء فشاهدت ربي بعين قلبي فقال فقلت له من أنت فقال الله أنت، ده الحلاج اللي بيمدحوا ناس البرعي. برعي قال سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. البرعي يقول قماك نزاور للأولياء اقطاب لهم نشاور، إلى أن قال منهم علم بالغيب باطن ظاهر. البرعي يقول إذا حصل مصيبة في البلد قال ما تنادي الله، نادي إسماعيل تاع كردفان. قال إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، وده كله شرك بالله، لأنه يا ولي الله إسماعيل دعاء لغير الله، وربنا حرم دعاء غيره وجعله كفر بالله. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ربنا جعل أي إنسان يدعو غيره كافر. وربنا قال ما يعلم الغيب إلا الله، مو زي كلام البرعي منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وربنا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يجي ذاك يقول أنا الله وبالله أنا. ليه شيوخ السرورية ديل محمد الأمين إسماعيل وعبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم والولاد الصغير ده ليه الناس ديل ما بيزعلوا لأظلم الظلم اللي هو الشرك بالله؟ ربنا قال إن الشرك لظلم عظيم. ويزعلوا لأنه العيشة غلت والدقيقة عدم. يبقى الناس ديل السرورية ديل همهم في كروشهم بس وجضومهم، ما همهم في الدين. لو كان همهم في الدين كانوا زعلوا للشرك بالله وللقباب اللي بتعبد الليلة. يا أخي كم قبة البلد دي فيها، كم قبة، ليه ما يردوا على الشرك؟ ما قاعدين يردوا على الشرك، بل كلهم ديل موالين وبيحبوا أهل الشرك. عبد الحي يوسف مشى ليوضى له بيض، عبد الحي بيض صوفي كبير جدا، يزعم أصحابه قالوا الزول ده قطع البحر الأحمر بمصناية. مشى عبد الحي يوسف حضر معهم الرقيص بتاعهم اللي بيسموه ذكر، وبعد ما انتهى قال لو جينا نتعلم منكم. ده عبد الحي يوسف ابو دقن اللي ما عنده علاقه بمنهج اهل السنه والجماعه المبتدع الضال. شفتوا الضلال ده كيف؟ ويجوا ينافقوا الليله العيشه اللي بقت بجنيه، هم عايشين ارقى انواع العيش. نحن ما عندنا به شغله، لكن ده اوريك التناقض بتاعهم والدجل والكذب بتاعهم. ناس ما يحركوا لله ساكنا، اذا وجدوا غير الله يعبد، لكن يجوط إذا العيشة غلت وهم ما بالعيشة، وديل ذاته ما فاضل لعيش، هم ما بالعيشة ديل السرورية، همهم إنه يصلوا كرسي السلطة هم. لأنه منهج الأخوان المسلمين عبد الحي محمد الأمين إسماعيل والولاد الصغير الشيخ الشويفع ده
همهم ومن معهم من الأخوان المسلمين أن يصلوا لكرسي السلطة، وعندهم الغاية تبرر الوسيلة، أنه أي وسيلة يتخذوها للوصول إلى كرسي السلطة. ولكن هيهات لهم، الحمد لله انكشف أمرهم بعد ما يسمى بالربيع العبري، وعرف العالم العقلاء جميعا من العالم أنه منهج الأخوان المسلمين ومنهج تنظيم القاعدة والسرورية وجبهة النصرة وداعش أنه ده منهج مخرب ومنهج أصلا مدعوم من اليهود ومن أعداء الإسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.